ومن الشرق الأوسط نقرأ أيضا تباين الآراء بين مشجعين لها ومعترضين على عدد الحقائب وإرجاء منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة إلى اليوم. أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي أنويري أمس تعليق جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة، واستئنافها اليوم ودعوة رئيس الحكومة المكلف عبد الحميد البيبة لحضورها. ونجح البرلمان أمس في عقد جلسة رسمية كاملة النصاب في مدينة سرت بعد غياب وانقسام عدة سنوات. يسعدني أن ينضم معنا عبر السكايب دكتور محمود الرملي المحلل السياسي والاستراتيجي. أهلا ومرحبا بك دكتور محمود. مرحبا، أهلا وسهلا بكم. تحياتي لكم دكتور محمود. يعني برأيكم هل سترى الحكومة الليبية النور بعد منحها الثقة؟ بكل تأكيد، لا شك أن الاجتماعات التي عقدت تدل بداية على أن هناك التئام لأعضاء البرلمان، حتى وإن قيل ما قيل في البرلمان، لأنه حقيقة جسم منتهي، ولعله يكاد نقول بأنه قد فشل في مدته الأولى ويجب أن لا يجدد له في المدة الثانية، ولذلك اجتماعهم أمر جيد. الأجود منه في أن يتم العمل على إخراج وطرد عصابات المرتزقة من الفاغنر والجنجويد من سرت، وأن لا يسمح لحفتر بتعليق صوره، وأن يكون هناك وضوح فيما يتعلق بإدارة الأزمة، وأن تنتهي الحكومة إلى ما يتعلق بمدتها ليس إلا، وأن لا يكون هناك تمديد، بحيث يكون 24 ديسمبر عرس الليبيين بانتخابات بوجوه جديدة من مجلسين، مجلس شيوخ ومجلس نواب جديدين، يكون ذلك تاريخهما. طيب دكتور محمود، البعض يرى يعني أن الحكومة لن تقام بشكل أو بآخر إلا بتقديم بعض التنازلات. هذه التنازلات كيف يمكن أن تكون برأيكم، أو هل من الممكن أن يكون هناك تنازلات في تشكيل مثل هذه الحكومة؟ أعتقد بقول بتنازلات وحكومة، التنازلات لا يمكن أن تكون، لأن إذا كان هناك قرار بأن يكون دولة قانون ومؤسسات وأن تتجه للانتخابات، هذه مدة قصيرة للحكومة، 310 أيام ليس إلا، بعدها ليس حكومة وليس هناك وجود لهذه الأجسام. إذا نتكلم على مدة بسيطة سيتم فيها توحيد الوزارات التي تزيد على 52 وزارة سابقا، ما بين وزارات التيني بالمنطقة الشرقية ووزارات فايز السراج بالمنطقة الغربية، إذا سيتم اختزالهم إلى 27 وزارة أساسية. يعني البرلمان يعني بحسب البعض هو مبني على خلافات، يعني لابد من وجود مثل هذه التنازلات. يعني يبنى على خلافات نعم، ولكن ليست اختلافات، ليست تناقضات. أن يقوم البرلمان بشن حرب على عاصمة ويشرع لمجرمي حرب كما هو الحال في حفيتر وعصابته، وأن يشق الصف وأن يحاول قدر الإمكان إنشاء حكومة خارج العاصمة، كل تلك حقيقة يعني أشياء لا يمكن قبولها قام بها عقيلة صالح وعصابته. ولكن لا بد مما ليس منه بد، الآن الاجتماع قد عقد وعقيلة قد حضر والجميع قد حضروا، ولذلك ستكون هناك نهاية لبداية انتهاء ما يتعلق بالانقسام الليبي الحاد. أيضا يجب أن يكون هناك مشوار طويل متمثل في توحيد المؤسسات، ابتداء المصرف الليبي المركزي، المؤسسة الوطنية للنفط، وأجهزة الرقابة وديوان المحاسبة وكافة الأجهزة، وتوحيد وإلغاء الحكومات الموازية، وأن يكون أيضا برنامج عملي قابل للتطبيق.